شفاء ذاتي، الفصل العشرون، الوعي. حوار شيق دار ذلك اليوم بين المدرب ومجموعة من المشاركين حول موضوع الوعي. قال المدرب: الوعي هو ليس أن تصبح إنسانا قويا، بل فقط أن تصبح واعيا بذاتك وبكل العوامل التي تؤثر عليك. الوعي هو أن تفهم أنك لست الجسد ولست العقل، وإنما القوة التي تقود الجسد والعقل مثلما نقود السيارة. في الحقيقة ليس الإنسان جسداً، فهذا الجسد يتغير كل يوم بتغير الخلايا، وهو نتاج ما نأكله في آخر الأمر. يجب أن نفهم أيضاً أن الإنسان ليس العقل، فهذا العقل هو نتاج كل الأفكار التي غرست فينا منذ الصغر، وهذه الأفكار تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة. الإنسان لا يمكن حصره أيضاً في المشاعر التي يحس بها، فهذه المشاعر أغلبها مكتسب من العالم الخارجي ومن تأثيرات الثقافة والتلفاز والأنماط الموسيقية والسينما إلى غير ذلك. ما هو الإنسان إذن أيها المدرب؟ قال المدرب: الإنسان هو القوة الكامنة تحت كل هذه الطبقات أو الظلمات من التأثيرات التي تحجب عنا الرؤية وتسبب لنا كثيرا من العذاب والشقاء. قال أحد المشاركين: ومن المنظور الديني؟ أجاب المدرب: نستطيع أن نقول أن هذه القوة هي الروح الإلهية التي نفخها الله فينا، وأن الجسد والعقل والمشاعر بما في ذلك كتلات الغضب والحزن والألم هما من صنع النفس، التي قد تكون نفسا أمارة بالسوء سواء على المستوى العاطفي أو الذهني، أو لوامة بمعنى كثيرة التفكير والاشترار العقلاني إلى غير ذلك. ويحثنا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون على تزكيتها حتى تصبح نفسا مطمئنة ثم راضية مرضية. كلام جميل أيها المدرب، لكن كيف نصل إلى هذه الدرجة من الطمأنينة في خضم حياتنا اليومية وكل المشاكل التي يتعرض لها الإنسان؟ سؤال هام جدا. نصل إليها سيدي الكريم عندما يكون اتصالنا بالخالق سبحانه وتعالى وبالروح الإلهية التي نفخها فينا أقوى من اتصالنا بالعالم الخارجي، وهذا هو الهدف من الصلاة في حقيقة الأمر. لكن للأسف أغلبية المسلمين يتعاملون مع الصلاة على أنها مجموعة من الحركات والطلاسم التي حين يقومون بها يحصلون على أجر، بالضبط مثل الأجر الذي يتحصلون عليه في العمل. هذه الرؤية بدائية جدا ومبنية على الخوف الذي يروج له تجار الدين. لا يمكن تحقيق الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى ما لم نفهم أن الصلاة ليست قربانا نقدمه لإله جالس على عرش في مكان معين في الكون، وهذه هي نظرة الشعوب البدائية، بل هي أقرب لكل الممارسات التي نقوم بها والتي تحقق بالفعل الطمأنينة والسلام الداخلي والاتصال بروح الله فينا. ليست الصلاة الحركية إلا محفزا لتحقيق هذا الاتصال والطمأنينة، وليست أبدا شيئا نقدمه لإله حتى يرضى عنا. ماذا يفعل الإله بصلواتنا أو حركاتنا وطلاسمنا؟ نحن بحاجة للاتصال بهذه القوة العظيمة التي خلقت الأكوان، وليس العكس. إذن أنت لا تصلي مثلنا أيها المدرب؟ أوه، لا أعرف كيف تصلون. أنا أصلي على الأقل 3 مرات في اليوم، أولا في الصباح الباكر حتى أقوم بنشاطاتي اليومية وأنا في اتصال مع الروح الإلهي. أصلي أيضا في آخر اليوم حتى أشعر بالطمأنينة عندما أعود إلى حضن هذه الروح الإلهية بعد جهد يوم كامل.
أنا أصلي أيضا في وقت الظهر، وهو ما يسمى بالصلاة الوسطى، التي تمكنني من أخذ استراحة جسدية ونفسية حتى لا تغلبني مشاكل ومصاعب الحياة. الصلاة شيء هام جدا بالنسبة لي، فهي ملاذي الوحيد من الضجيج ومتغيرات العالم الخارجي، تمكنني من التوازن والعودة إلى السكون الداخلي. لا أهتم كثيرا بعدد الركعات التي جاءت في الموروث، وإنما أستغرق الوقت الذي أريد وأدعو ربي بما أريد، فهو سميع الدعاء. إذن أنت لا تعترف بالموروث أيها المدرب؟ أنا أعترف بكل شيء وأعمل عقلي في كل شيء، فأنا سوف ألاقي الله فردا كما ورد في الذكر الحكيم. بعد الحادث الذي تعرضت إليه عندما كنت أعيش في سويسرا، وخلال الأسابيع التي قضيتها مقعدا لا أستطيع المشي، اطلعت على كثير من الكتب واكتشفت الكثير من المعارف التي جعلتني أكون نظرة أكثر شمولية للأمور. لاحظت أن أغلب المسلمين يتعاملون مع الدين تعاملا سحريا بدائيا، إذ يكفي أن يقوم الإنسان ببعض الحركات، أو أن يقول بعض الجمل في أوقات معينة من اليوم أو في أماكن معينة حتى يجمع ما يسمى الأجر. علاقة تجارية بحتة قد تكون صالحة لزمن معين لازال فيه الوعي بدائيا، ولكن أظن أنها لم تعد صالحة لزماننا. الله نور السماوات والأرض كما ورد في سورة النور، وهو الذي يصلي علينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور كما ورد في سورة الأحزاب. كل إنسان قادر على أن يستشعر أين هي مناطق الظلمات في حياته وأن يتخذ سبيله إلى النور بكل بساطة. في النهاية أريد أن أذكركم أن مفهوم الطمأنينة والسكينة الروحية هام إلى أقصى درجة، ويجب على الإنسان أن يسعى لتحقيق هذا الهدوء الداخلي ويبتعد عن ضجيج الدنيا وعن حديث النفس حتى يتخلص من الأنا التي تحمل كل كتلات الألم والغضب وما إلى ذلك من أفكار ومشاعر سلبية قد نكون اكتسبناها في حياتنا أو ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وبذلك نحقق الخلاص.